نلعب لعبة ايه فوز بنت تركتي عن التصويت الجرامية جينا مش عارف ازاي شوطين يعني مش عارف ازاي جرام بقى فتي انا لعبة اي فوتبول 2023 فتي يعني بقى معاه صندوق وبرضه هنا برضه معاه حد برضه معاه انا بقى ايه بقى صندوقين هدايا جاي بص انا انا عاوز مين انا هفتح على 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 الباكج ده انا عاوز مين بقى عاوز محمد صلاح لكن اول بقى اول حاجه بقى اشتركوا بالقناه ووصلوا اول حاجه اشتركوا بالقناه ووصلوا الفيديو ده ل 60,000 لايك وصلوا على سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم اشكر الله لا الله ربي على المكتب دلوقتي انا وتي بقى يعني انا قعدت حبه جا وانا انا ايه هدايا ميسي ومونجا هدايا يعني بدي يعني بقى انا هفتح بقى البكزات بصوا متحمس جدا جدا انا جيب من ده من هنا يلا خمسة والاربعة والهنا بصوا حتى ليه انا هجيب لعيب باقي لعيب دي هتفق اربعة على طول دلوقتي يعني ده من بقى احنا نجيب من احنا هنفتح بقى زي ده من الفرق بقى الاول نبدأ الاول بس خلاص واحد تلاتة اجيب شوية لعيبة براحتي بقى يا اختار بقى تخير برضو عشان ايه لعب حلو ده يعني طب في طيب لعب حلو طب ايه لعب حلو يا يعني انت تدعى بس السورة دلوقتي مفيش احنا سيبها هنجيب مين بقى اول حاجة هنجيب مين اسطورة انا جاي اسأل دلوقتي مين بقى هنجيب اللعبة كده الأوسع جميلة دي هنجيبها بقى نجيب ميسي هلا والله يلا تتكلم مع مين ماشي خلاص بس ده طبعا ماشي تريد انا مش حارس بودا بس عندي حارس ده حلو ده مين لا انا خدت حضري مش انا هجيب مين بقى الحاجة انا لكم ده هجيب باللعب ده ممكن احد احسن من ده بصراحة مش هحتاج اللعبة زي دي خمس كنش واربعة اكشف لي وحسة كده كده من مختار صراحة نجيب ده حاسه حلو برضه خلصت كل الفلوس وعلى جنيه بس واحد يلا بقى انا بقى نبدا على بقى الجزء ده انا بقى
هنفتح الباك ستوب، هنفتح عليه دوت من الجابة. بصوا فهمي في العيب دوت تحلو. انا عايز يجيلي بس هو بيتطور التكنيك ده، بيتطور التنسين اللي جنبه كان يرد ماشي بطلق. هو زي لعب منهم بس خالص اصلا، ما اصلا هو لعب في كلهم لو حسين. بس افتح الجيران وفضل انت احسبني اطول تشكيلتي واضبطي فانا حلوة شوية يعني. افتح بس راحي ما خايف كان مرات خايف وافتح ادم حاجة خمس كوب. حظ ليه وي اصبرني حلو اقسم بالله حلو والله بتتنسين حلو حلو الحمد لله قبل ابتدى بواسطه معزه يا ميسي طب انا افتح انا اعود. بص انا مش هسيب صاحبي يا صلاح بحبك زي طلال يا صلاح. انا عاوز بس من ايه بقى فخر على صلاح. بس ممكن ايه كله مش مين او الدفاع ده الهبل ده او الواد ده بس او الصح كل لعبة طز طز. كل العاب انا عاوز يجي لي يا رب. انا عاوز اخر فخر العاب، انا عاوز اخر فخر العاب، فخر العاب ادخل في قلبي يا فخر العاب. قول لي يا ادم تعالى يا ادم انا بحبك يا يلا بقى خلص الدور صلوح. هل تسمعني؟ لا مش هو يا جدعان يا راوي. مين اسمه؟ مين قرف ده؟ مين ده؟ برضه كده 90 برضه. طب نطلعها ضد الصفر الصفر البنية. افتح تاني اخر صندوق اخر صندوق اخر صندوق اخر صندوق اخر صندوق اخر صندوق. فهلقتي نشكر يا ربي دي العيبة عيب دي الله يا ربي. بسم الله هل واحد قفل عيني بس تجاوب يا روح محمد صاحب بحبة وصاحب في عيني بقى بجعانة حيرة مش شايف يعني. صلاح بيبي ما بحبك صلاح. فخر العرب جالي. بص اخي ركز بص صلاح بحبك انت. صلاح جالي يا حبيبي بحبك عاوز بو صلاح حبيبي بحبك بحبك الله بيو الله بدو ماتش قال يا جدعان صلاح جالي صلاح قال صلاح باخر باجز. بص كان نفسي صلاح ده قال صلاح مش عامل الايام الجايه بس انا جاي مرضي الحمد لله جاي فرحان من اول حاجه صلاح اصلا من اول كله تعال صلاح. بص درجة الفرحة أنا فرحان جدا. بص أفتح عيني أقفل عيني أنا حاسة جدعان أفتح وشي نحس وشي نحس لكن إيه بقى ما فاتني بقى وقفلت نفسي كده كده جالي صلاة صلاة
لازم العب. بص بتكون ايه ده ايه يعني مثل يعني مش ده اللي مش يعني مش زي ده هم زي البتاع ده بص الاول هدي بقى لا صلاح بقى زمان كان ليفل كام صلاح زمان ده كان الاسم ده كان ايه مش كان ايه كان ايه مش ايه يعني كان ليفل بصراحه كان وحش على فكره انا بقى مصدس بالي وما تيجي يعني جيلي صلاح انا فرحان جدا جدا يعني كسان جيلي صلاح يعني بقى بس جاي افتحه يجي بقى لميسي بقى رونالدو شو هفتح لي هقول لكم افتح لي يعني. انا الفوتبول بصراحة اول ما تعمل معايا حاجة دي اول مرة بحياتي اصلا تعمل معايا دي اول مرة اصلا احنا كنت اصلا بدأ من الاول اللي بدأ اهو من الصفر اصلا جالي نيمار وميسي هدية فبدأت العب بقى على دي لعبت بقى على 100 جالي بس صندوقين فتحتهم جبت دي بالعافية بالعافية يا جدعان ادي لكم حاجة يا جدعان بقى انا بقى عاوز ايه ف... ممكن يعني مش أي مثلاً حلو غريبة ما هو أبا هذا أب خمسين 50 بوينت من كده يا جماعة كام عشرين وعشرين 70 أبا تبقى أجيب ده في المصدر المال اسمه دي المال هذا خلاص يعني خلاص هذي بقى انا عاوز ايه بقى انا المفتري كله ده بس وجاي خاصة من الانمي والفيديو على جلد العيال وفرحان جدا وفي ده تغيير من الفرحة مش عامل حاجة وبعدين بعدين يعني فرحان جدا ونجحين وخد بقى يعني التاف وقت يجي وانت لسه سلام جيب اشوف باك باي كان عايز اول حتة اللعيبة وقت كلها بس اطلع وخير العرب اطلع ابس انت ويجي صباح هدم هدم من ده وصلت بس على علي با حلو حلو تعالى يبقى انا عاوز ده ماتشو حلو جا وارتي انا عارف طب تقول ابو اسمه بس بابا كان ضرب كده اسف اطلع
نحطه احنا هنا. المهم بس نضربها هنا. ولا ابدا اللعبة الجديدة نشوفه. تذكرنا حط ده اوصل بقى اعلى بقى بيتعلق ولا كنت عليه اللي هو البص في البحث يا حلو. طب هنلاقي بقى في ال برضه كمان بقى كمان يعني احنا تنزل الفيديو كيفاص فيديو على الحرب الحين وكيفاص بقى انت في دماغك اليوتيوب وانتو لسه. سلام شو ده السبب. باي باي. ده يعني الجزء الاول انتو عايزين نعمل الجزء التاني وقولولي. وسلام. باي باي. سلام بحبكم. سلام.